حضرات السادة المشاهدين والمشاهدات، طابت اوقاتكم جميعا ومرحبا بكم. اذا تحية من الملعب الاولمبي بالمنزه الى السادة المشاهدين حيثما تصلهم التلفزة التونسية في هذا البث المباشر من الملعب الاولمبي بالمنزه للمقابلة الدولية الودية التي ستجمع بعد حين بين منتخبنا الوطني ونظيره اليوغوسلافي في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 98، وكذلك في نطاق استعدادات المنتخب اليوغوسلافي لنهائيات كأس العالم 98 بفرنسا. في البداية نعطيكم التشكيلتين وأبدأ بالمنتخب التونسي. في حراسة المرمى علي بوميجل، معاه طارق ثابت، البشير السحباني، خالد بدرة، توفيق الهيشري، سامي الترابلسي، سراج الدين الشيحي، زبير بيا، اسكندر السويح، المهدي بن سليمان، وزيادة المساني. الاحتياطيون في تشكيلة المنتخب التونسي رضوان الصالحي، محمد المكشر، صبري جبلة، فريد شوشان، رياض البوعزيزي، سفيان الفقي، قيس الغضبان، رياض البوعزيزي، رياض الجلاسي، فوزي الرويسي، وحسن الجابسي. تشكيلة المنتخب اليوغوسلافي في هذه المباراة: لوكوفيتش في حراسة المرمى، معاه ميركوفيتش، جوكوفيتش، يوكانوفيتش، جوكيتش، فيداكوفيتش، يوكوفيتش، نادج، مياتوفيتش، بيرنوفيتش، وميلوزوفيتش. بالنسبة إلى اللاعبين الاحتياطيين في تشكيلة المنتخب اليوغوسلافي: بيتروفيتش كحارس احتياطي، معاه سافيديتش، غوفاديجيتش، ستيفيتش، دروكولوفيتش، كوفاتوفيتش، ولوكيتش. هذه المقابلة باش يقودها الحكم الجزائري سليم أوساسي بمساعدة صالح الجرجي والعروسي المنصري من تونس، والحكم الرابع شمس الدين اللمطي. إذا نحن في انتظار ضربة البداية لهذه المباراة. المنتخب الوطني كما تعلمون شارك في تربص تحضيري منذ الخميس الماضي في توزر، وعاد صبيحة اليوم إلى تونس لخوض هذه المباراة الدولية الودية الأولى. وإذا تحبوا نعود لكم تشكيلة المنتخب التونسي، إذا هي أمامكم: علي بومنيجل، طارق ثابت، البشير السحباني، خالد بدرة، توفيق الهيشري، سامي الترابلسي، سراج الدين الشيحي، زبير بيا، اسكندر السويح، المهدي بن سليمان، وزبير وزيادة المساني. الاحتياطيون في تشكيلة المنتخب التونسي: رضوان الصالحي كحارس ثاني في هذه المباراة، معه محمد المكشر، صبري جبلة، فريد شوشان، رياض البوعزيزي، سفيان الفقي، قيس الغضبان، رياض الجلاسي، فوزي الرويسي، وحسن الجابسي. والمدرب هو هوري كاسبر جاك، ومدرب المنتخب اليوغوسلافي هو سلوبودان. إذا أمامكم بعض الصور عن مدارج الملعب الأولمبي بالمنزه. تعرفوا أن المنتخب اليوغوسلافي هو من أحسن المنتخبات الأوروبية، بما أنه ترشح من المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم، ولعب مباراة البراج وترشح على حساب المجر بسبع أهداف مقابل واحد في المجر يوم 29 أكتوبر 97، ثم كان الانتصار في مباراة الإياب في بلغراد يوم 15 نوفمبر 97، وانتصر بخمس أهداف مقابل لا شيء كذلك. والمنتخب اليوغوسلافي ترشح في تسع مناسبات إلى نهائيات كأس العالم السنوات 30 و50 و54 و58 و62 و74 و82 و90 و98. والمنتخب التونسي تأهل في مناسبتين إلى نهائيات كأس العالم: المناسبة الأولى سنة 1978 بالأرجنتين، والمناسبة الثانية خلال الصائف القادمة في فرنسا. والمنتخب التونسي تأهل بامتياز إلى نهائيات كأس العالم 98، وكان البلد الثالث الذي يترشح على الميدان إلى نهائيات كأس العالم، وتأكد من ذلك يوم 8 جوان 97 بعد نيجيريا والمغرب كذلك. كذلك المنتخب الوطني ترشح
من المجموعة الرابعة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 98 بعد مقابلتين مع غينيا، بعد كذلك انسحاب سيراليوني من هذه المجموعة الرابعة، وتونس في نهائيات كأس إفريقيا في المجموعة الثانية إلى جانب غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك التوغو. إذن نحن في انتظار ضربة البداية لهذه المباراة، وستستمعون إلى بعض الأحاديث الفورية مباشرة من الملعب الأولمبي بالمنزه. طبعا هناك تحويرات في تشكيلة المنتخب الوطني بالقياس مع نهائيات كأس إفريقيا للأمم 96 بإفريقيا الجنوبية. حاليا 22 لاعب في القائمة التي شاركت في التربص الأخير في توزر، فيهم 11 كانوا شاركوا في نهائيات كأس إفريقيا في دورتها العشرين في إفريقيا الجنوبية، وبالنسبة إلى 11 لاعب كذلك يشاركون في هذه النهائيات، نهائيات 98 ببوركينا فاسو. وإذا الفريقان في طريقهما إلى ميدان الملعب الأولمبي بالمنزه في هذه السهرة الكروية هنا في الملعب الأولمبي بالمنزه. المنتخب اليوغوسلافي على اليمين بألوانه الزرقاء والبيضاء والحمراء، والمنتخب الوطني بالألوان البيضاء والحمراء. ويتقدم المنتخب الوطني سامي ترابلسي قائد الفريق، ومن ورائه الحارس المحترف بنادي باستيا الفرنسي علي بومنيجل. مقابلة هامة واختبار مفيد بالنسبة إلى المنتخب التونسي قبل نهائيات كأس إفريقيا للأمم 98 في دورتها 21 في بوركينا فاسو، وأيضا تعتبر اختبار هام للمنتخب اليوغوسلافي على درب نهائيات كأس العالم 98 بفرنسا. هذه هي المرة العاشرة التي سيتقابل فيها الفريقان التونسي واليوغوسلافي، زوج فرق قد قابلوا في مناسبتين رسميتين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إزمير وكذلك في الجزائر. إذن أمامكم مجموعة من اللاعبين اليوغوسلاف، ويتخلف من المنتخب اليوغوسلافي يتخلف اللاعب المعروف اللي يلعب في فريق جمعية ميلانو الإيطالية سافيزيفيتش، يلعب في جمعية ميلانو وتعرض لإصابة. كان هذا النشيد الوطني اليوغوسلافي، وسنستمع إلى النشيد الوطني التونسي.
كان قلت في تشكيلة المنتخب اليوغوسلافي نسجل غياب اللاعب المعروف لاعب جمعية ميلانو الإيطالية سافيزيفيتش لأسباب صحية عمره 31 سنة، وضمن تشكيلة المنتخب اليوغوسلافي في 47 مناسبة. تفضل زميلي خليفة جبالي، إذا كان معك السيد علي السلمي المدرب الوطني المساعد فليتفضل طبعا قبل ضربة البداية لهذه المباراة. بالفعل معايا المدرب المساعد للمنتخب الوطني السيد علي السلمي. السيد علي السلمي، المقابلة هذه نعرفوها اختبارية، فماش خطط تكتيكية تسعى لتطبيقها في هذه المباراة؟ هو هذم عنا ثلاثة مقابلات برمجين في الفترة هذه، بعد ما خدمنا ما هو نظري وما هو تطبيقي وما هو استراتيجي على فوق الميدان، اليوم مطالبين باش نشوفوا وين وصلنا في المستوى هذا، لانه التمارين وحدها ما ظهرش، يلزم المقابلات، ولهذا في الثلاث مقابلات هذوما باش نحاولوا نشوفوا اش استوعبنا من الحصه الاسبوع هذا اللي خدمناها الكل من الفتره التحضير هذه، ونتمناه الهفوات لازمها تكون خاصه في المقابلات الوديه هذه، لانه باش نجم نصلحوا لازم نقوم بهفوات، وان شاء الله في الثلاث مقابلات هذو نحاولوا نمر بكل ما هو لازم باش يكون الفريق جاهز لنهايه كاس افريقيا في بوركينا فاسو ان شاء الله. وين وصلت مدى الحضور، مدى الاستعدادات البدنيه للاعبين بعد طرب استوز؟ كما قلت لك جبال، تقريبا خدمنا على كل المستويات نظريا وفنيا، ونفس الشيء قمنا يومين بحصص تدريبيه على مستوى اللياقه. الحاله اللي عليها اللاعبين الكل بشر بخير، الاستعداد اللي عليه اللاعبين كرويين يبشر بخير، منافسه كبيره موجوده داخل المجموعه، وكل لاعب يحب يضمن مكانه نفس التشكيله الاساسيه. البدايه كانت بمباراه من الحجم الثقيل، خاصه كي نصفحوا التشكيله نتاع المنتخب اليوغوسلافي نلقاوها معناها كل اللاعبين محترفين، اغلبهم في اسبانيا، ثم في ايطاليا، ثم في فرنسا، اذا مقابل الحجم الثقيل كيفاش باش تبداوه؟ احنا سجبالي المنتخب تقريبا كبرنا زاد احنا، وعندنا سمعه وصلنا المستوى اللي لازم نلعب مع منتخبات كبيره طبعا افريقيه، لان عندنا كاس افريقيا داخل له، ثم انه نفس الشيء اوروباويين على مستوى من حجم الثقيل كما يوغوسلافيا، لان احنا في حاجه للمقابلات هذم والاحتكاك مع لاعبين امثال يوغوسلافيا. اذا اليك مونشي. إذا شكرا للمدرب الوطني السيد علي السلمي، المدرب الوطني المساعد السيد علي السلمي. وإذا الحكم الجزائري سليم وساسي باش يعطي ضربة البداية لهذه المباراة الدولية الودية بين المنتخبنا الوطني على اليسار من جهة المدارج المغطاة والمنتخب اليوغوسلافي. والكرة اللي فايت المنتخب اليوغوسلافي منذ ضربة البداية لهذه المباراة، وترجع الكرة اللي فايت المنتخب التونسي إلى زبير بيا، ثم اسكندر سوية إلى طارق ثابت. زبير بيا ضيع الكرة على المهدي بن سليمان، وتمشي جوكوفيتش، وتدخل من فيداكوفيتش. ترجع الكرة اللي فايت المنتخب اليوغوسلافي، وتدخل من سراج الدين الشيحي. تمشي الكرة في التماس، رمي التماس اللي فايت المنتخب اليوغوسلافي في منهج تتنفذ عن طريق ميركوفيتش، وضربة مخالفة لفايت المنتخب اليوغوسلافي. ديوكيتش، تمر الكرة إلى يوكوفيتش، وتمشي للبشير السحباني خالد بدرة باتجاه زيادة لمساني، لكن ترجع إلى قائد الفريق يوكانوفيتش. وأديع الكرة رمي التماس لفايت المنتخب اليوغوسلافي. إذا دقيقة تقريبا منذ انطلاق هذا اللقاء الدولي الودي بين المنتخبين التونسي واليوغوسلافي، والنتيجة التعادل بدون أهداف بين الفريقين. ميركوفيتش في تنفيذ رمية التماس إلى ميلوزوفيتش، وديع الكرة ضربة ركنية لفايت المنتخب اليوغوسلافي، أول ضربة ركنية في هذه المباراة بعد مضي حوالي دقيقتين. باش تتنفذ عن طريق نادج،
تدخل من سراج الدين الشيحي، تمر الكرة لا يوكوفيتش ويخرج علي بوميجل ياخذ الكرة. كانت محاولة لفايدة المنتخب اليوغوسلافي وترجع الكرة من جديد لصالحه في اتجاه ميلوزوفيتش مع طارق ثابت. مهدي بن سليمان، باهية سريعة من مهدي بن سليمان، باقي المهدي بن سليمان يحافظ على الكرة نتاعه، الكرة إلى زبير بيا، وضربة ركنية، ضربة ركنية لفايدة المنتخب التونسي. نجم نقولوا عملية ثلاثية بين المهدي بن سليمان وزبير بيا وزيادة المساني، وتدخل يوكانوفيتش يحول الكرة إلى ضربة ركنية ثانية في هذه المباراة، وضربة الركنية الأولى لصالح المنتخب التونسي بعد مضي تقريبا ثلاثة دقائق لعب أمامكم زبير بيا والمهدي بن سليمان كذلك وزيادة المساني. مثلث العملية الهجومية الأخيرة للمنتخب التونسي، تتخذ الكرة ترجع من جديد دفاعية المنتخب التونسي ويتدخل دفاع المنتخب اليوغوسلافي. طارق ثابت وتمشي الكرة إلى لوكوفيتش. كل اللاعبين اليوغوسلاف محترفين في أغلب الأندية الأوروبية، إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا كذلك. ترجع الكرة حاليا لفريق المنتخب التونسي وعلي بومنيجر وتغطية من توفيق الهشري. ترجع الكرة إلى اسكندر السويح، إلى طارق ثابت، طارق ثابت ورزع الزبير والهدف، لكن هناك تسلل. هدف ممتاز لكن مراقب المساعد الأول يرفع الراية نتاعه ويشير إلى تسلل. زبير بيا ممتازة لكن مسها زيادة الفرساني وضاعت فرصة هدف على المنتخب التونسي في الدقيقة الرابعة من هذا الشوط الأول، وتبقى النتيجة التعادل بدون أهداف بين الفريقين. عمل ممتاز قام به اسكندر السويح وكذلك طارق ثابت في التوزيع، ويتدخل زبير بيا لكن زيادة المساني كان على الخط النهائي للمرمى إعادة للعملية. ترجع الكرة حاليا لفاية المنتخب اليوغوسلافي ويأتي عملية كمان لصالح المنتخب التونسي. هاي العملية بالإعادة بالصور البطيئة، طارق ثابت وممتازة لولا زيادة المساني والهدف الأول لفريق المنتخب اليوغوسلافي. الهدف الأول لفريق المنتخب اليوغوسلافي في خمسة دقائق لعب في هذا الشوط الأول، تتغير النتيجة وتصبح هدف مقابل لا شيء. ترجع الكرة بسرعة لفريق المنتخب اليوغوسلافي عن طريق ميلوزوفيتش، يتوغل داخل دفاع المنتخب التونسي ثم يمد كرة إلى بيرنوكوفيتش، وبيرنوكوفيتش يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. إذن في خمسة دقائق لعب تتغير النتيجة بعد أن كان الهدف لصالح المنتخب التونسي، تحول لفايدة المنتخب اليوغوسلافي بسرعة البرق وتتغير النتيجة إذن لفايدة المنتخب اليوغوسلافي بعد مضي خمسة دقائق لعب في هذا الشوط الأول، وبيرنوكوفيتش هو الذي سجل هدف المنتخب اليوغوسلافي بعد تمهيد من ميلوزوفيتش. بيرنوفيتش اللي يلعب في فريق اسبانيول الاسباني، اسبانيول برشلونه الاسباني. ترجع الكره لفريق المنتخب اليوغوسلافي وضربه مخالفه لفريق المنتخب التونسي. وضربة مخالفة لفريق المنتخب اليوغوسلافي تتنفذ عن طريق ميركوفيتش اللي يلعب في فريق اتلانتا الايطالي. لا احد من اللاعبين اليوغوسلاف موجودين
ينشطوا في البطولة اليوغوسلافية، بل كل اللاعبين محترفين بين الآونة والأخرى. استعرض الأسماء، فكلهم كما ذكرت في فرق إيطالية وإسبانية وبرتغالية وألمانية كذلك. ترجع الكرة من فيداكوفيتش إلى جوكيتش، مهدي بن سليمان، كرة ترجع لفريق المنتخب اليوغوسلافي. سراج الدين الشيحي، بشير السحباني، ثم تمشي الكرة إلى يوكانوفيتش، وديع الكرة على ميركوفيتش، رمي التماس لفريق المنتخب التونسي. إعادة للهدف اللي سجله المنتخب اليوغوسلافي، ميلوزوفيتش إلى بيرنوفيتش اللي سجل الهدف الوحيد لحد الآن بعد مضي 5 دقائق لعب في هذا الشوط الأول. وحالياً السبورة اللامعة للملعب الأولمبي بالمنزه أشارت إلى الدقيقة 8 في هذه المباراة في شوطها الأول. ميركوفيتش في تنفيذ رمية التماس، ترجع لفريق المنتخب التونسي، ومن جديد تعود لصالح المنتخب اليوغوسلافي خالد بدرة. توفيق الهيشري، سراج الدين الشيحي، خالد بدرة، زيادة لمساني إلى طرق ثابت، ممتازة من طرق ثابت في خط الجناح أيمن، هاي من طرق ثابت وتتقص الكرة وترجع إلى يوكوفيتش. يوكوفيتش إلى يوركوفيتش، ميركوفيتش، ميلوزوفيتش، سراج الدين الشيحي، زبير بيع، مهدي بن سليمان، هاي من مهدي بن سليمان يتوغل وديع الكرة، وديع الكرة القائمي، ينقذ المنتخب اليوغوسلافي من هدف التعادل، يضيع هدف التعادل على المنتخب التونسي في الدقيقة 9 من هذا الشوط الثاني. المهدي بن سليمان يتوغل داخل مناطق الجزاء ثم يسدد، والقائم الأيمن يرجع الكرة، ثم يتدخل جوركوفيتش أمام زيادة لمساني، وديع الكرة في الركنية، اسكندر ولا ثم تسلل أو ضربة مخالفة. ماذا احتسب الحكم؟ قد يكون لمسة يد، هذا بطبيعة الحال في تنفيذ ضربة ركنية ما تمش تسلل، قد يكون هناك لمسة يد أو مخالفة ولا شيء غير ذلك. ترجع الكرة سراج الدين الشيحي إلى البشير السحباني، لأن النتيجة أمامكم، هدف مقابل لا شيء للمنتخب اليوغوسلافي أمام نظيره التونسي. وصاحب الهدف هو بيرنوفيتش في الدقيقة 5 من هذا الشوط الأول. ترجع الكرة من سامي ترابلسي، زبير بيا إلى طارق ثابت، وتمر الكرة إلى ميركوفيتش، هي إعادة للعملية، ما تمش لمسة يد حسب الصورة، قد يكون بالكتف أما ما زاد على ذلك فلا. ترجع الكرة لفريق المنتخب اليوغوسلافي، تدخل من توفيق الهيشري، بشير السحباني، وديع الكرة، رمي التماس لفريق المنتخب اليوغوسلافي. 11 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من اللقاء الدولي الودي بين المنتخبين التونسي واليوغوسلافي، والنتيجة لفريق المنتخب اليوغوسلافي بهدف مقابل لا شيء، هدف تسجل في الدقيقة 5 عن طريق بيرنوفيتش. ترجع الكرة إلى ميلوزوفيتش، وديع رمي التماس في هذه المرة لفريق المنتخب التونسي، بشير السحباني في التنفيذ، سراج الدين الشيحي، بشير السحباني، سراج الدين الشيحي،
كذلك من اللاعبين الذين تخلفوا عن المشاركة مع المنتخب اليوغوسلافي في هذه المباراة هو ميهالوفيتش اللي يلعب في فريق سامدوريا الإيطالي، يعتبر كذلك من أبرز اللاعبين في المنتخب اليوغوسلافي، تخلف لأسباب صحية عن هذه المباراة لكنه حضر مع المنتخب اليوغوسلافي إلى تونس، وعمره 28 سنة و25 مرة تقمص زي المنتخب اليوغوسلافي. ترجع الكرة لإسكندر السويح، حب يمد الكرة إلى طارق ثابت، تتقص من جوركوفيتش خالد بدرة، إسكندر السويح وتمشي الكرة رمية تمسي فيت المنتخب التونسي، إسكندر السويح زبير بيا، يتدخل يوكوفيتش، الحكم يعطي ضربة مخالفة بعد تدخل سامي الترابلسي. ترجع الكرة إلى ميلوزوفيتش، ميركوفيتش، تمر الكرة إلى يوكانوفيتش، وتغطية من بشير السحباني، تمشي الكرة ضربة مرمى لصالح المنتخب التونسي. ترجع الكرة لبشير السحباني، سامي الترابلسي، خلي الكرة إلى زبير بيا، إسكندر السويح لكن تتقص الكرة، خالد بدرة، توفيق الهيشري، بشير السحباني. 14 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من اللقاء الدولي الودي بين تونس ويوغوسلافيا، والنتيجة لفايت المنتخب اليوغوسلافي بهدف مقابل لا شيء، لكن الهدف تسجل في الدقيقة الخامسة عن طريق بيرنوفيتش. ترجع الكرة لفايت المنتخب التونسي، سراج الشحي إلى طارق ثابت، زبير بيا، هي من زبير بيا والتدخل من مهدي بن سليمان، لكن يتدخل دفاع المنتخب اليوغوسلافي، سراج الشحي، وتعود الكرة بسرعة لصالح المنتخب اليوغوسلافي، جوكوفيتش وضيع في التماس، ضيع على الكوفاتوفيتش، ضيع رمي التماس لفايت المنتخب التونسي. توفيق الهيشري يخلي الكرة إلى طارق ثابت، تتقص من جوركوفيتش، تعود الكرة لفريق المنتخب التونسي، خالد بدرة، بشير السحباني، تتقص من جوكيتش أو دوكيتش على كل خدين الأسماء من عند الزملاء اللي رافقوا المنتخب اليوغوسلافي. ترجع الكرة إلى يوكانوفيتش، فيداكوفيتش، إلى ميركوفيتش، تعود من جديد إلى ميركوفيتش، وترجع إلى الوراء إلى دروفيتش، وتضيع في التماس، رمي التماس لفريق المنتخب التونسي. أمامنا مدرب المنتخب التونسي هوري كاسبرجاك، وتسلل، وخلف تسلل لفيت المنتخب اليوغوسلافي. أمامكم يوكوفيتش اللي يلعب في فريق لازيو الإيطالي، كذلك التسللات اثنين للمنتخب ضد المنتخب التونسي مقابل لا شيء ضد المنتخب اليوغوسلافي. بشير السحباني، سراج الدين الشيحي،
المنتخب اليوغوسلافي يعتبر من احسن المنتخبات الاوروبيه على مستوى الهجوم، لانه سجل 29 هدف خلال التصفيات ولم يقبل الا 7 اهداف فقط. وكما قلت يوغوسلافيا تحصلت على المرتبه الثانيه في تصفيات كاس العالم 98، تسلل من ميلوزوفيتش اللي يلعب في فريق استون فيلا الانجليزي. وكانت اسبانيا هي صاحبه المرتبه الاولى، ثم لعبت يوغوسلافيا مقابلتين، مقابلتي براج. المقابله الاولى فازت فيها في المجر ب 7 اهداف مقابل 1، سجل منها مياتوفيتش 7 اهداف كامله بين الذهاب والاياب، لان المنتخب اليوغوسلافي فاز ب 5 اهداف مقابل لا شيء في مباراه الاياب في بلغراد. ومياتوفيتش اللي كما قلت هو هداف المنتخب اليوغوسلافي احسن هداف، سجل 14 هدف في التصفيات. وميلوزوفيتش اللي شارك في هذه المباراه سجل 10 اهداف. وسافيزيفيتش اللي يلعب لجمعيه ميلانو الايطاليه وتغيب عن هذه المباراه سجل كذلك في التصفيات 7 اهداف. ترجع الكرة لفريق المنتخب التونسي سامي ترافلسي، مهدي بن سليمان، وضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي، تدخل من دوكيتش، وترجع الكرة بسرعة، ويتدخل الحارس لوكوفيتش أمام اسكندر سوية. وترجع الكرة بسرعة في اتجاه يوكوفيتش، تعود الكرة إلى الحارس لوكوفيتش، سراج الدين الشيحي عبي مهدي لاسكندر سويح، لكن ترجع الكرة من بيرنوفيتش صاحب الهدف الوحيد لحد الآن في هذه المباراة في الدقيقة 5 من هذا الشوط الأول. وحاليا المقابلة أدركت دقيقتها 19، اسكندر سويح تمشي الكرة للحارس لوكوفيتش. يوكانوفيتش، التوقيت أمامكم 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة هدف مقابل لا شيء للمنتخب اليوغوسلافي. ترجع الكرة للمنتخب التونسي علي بومنيجل، خالد بدرة، سراج الدين الشيحي، كندر السويح، توفيق الهيشري، خالد بدرة، سامي ترابلسي. أحيانا عندما ينزل البشير السحباني إلى الهجوم على الجهة اليسرى يخو مكانه سامي ترابلسي كظهير أيسر. خالد بدرة، توفيق الهيشري، زبير بيا، زبير بيا المحترف مع المهدي بن سليمان في فريق فرايبور الالماني. واسكندر سويح حب يمد الكره الى المهدي بن سليمان لكن لم يتفقا، وضعت الكره في التماس لصالح المنتخب اليوغوسلافي. نسبه امتلاك الكره 60% للمنتخب التونسي و 40% لصالح المنتخب اليوغوسلافي لحد الان، ولكن النتيجه لفيدة المنتخب اليوغوسلافي، يعني 20% زيادة في امتلاك الكرة من المنتخب التونسي، لكن إلى حد الآن لم يتمكن المنتخب الوطني من التسجيل، رغم أن الفرص كانت سانحة في أكثر من مناسبة كذلك، خاصة عن طريق زبير بيا والمهدي بن سليمان. ترجع الكرة برمي التماس، تتنفذ عن طريق جوروفيتش اللي يلعب في فريق سيلتا فيغو الاسباني. بقي عنده الكرة، تدخل من طارق ثابت، سراج الدين الشيحي، اسكندر السويح، مهدي بن سليمان، لاهي طارق ثابت، بل مضيع الكرة في التماس، وضيع الكرة ضربة مرمى، ضيع الكرة ضربة مرمى لفريق المنتخب اليوغوسلافي.
أمامكم طارق ثابت صاحب المحاولة الأخيرة، دائما وأبدا ينزل إلى الهجوم. ترجع الكرة من لوكوفيتش، سراج الدين الشيحي، اسكندر السويح، ها هي من اسكندر لكن بعيدة على المهدي بن سليمان، تمشي للحارس لوكوفيتش. ترجع الكرة سامي ترابلسي، تتقص تمشي ليوكانوفيتش، يلعب في فريق تينيريف الإسباني. ميركوفيتش، ميلوزوفيتش، اسكندر السويح، بيع الكرة تمشي إلى بيرنوفيتش، تعود إلى الوراء يوكانوفيتش، يوكوفيتش، بوفاتفيتش، والتدخل من طارق ثابت، اسكندر السويح، مهدي بن سليمان، طارق ثابت، اسكندر السويح، وتنقص الكرة. وأمامكم مقعد الاحتياطيين للمنتخب التونسي. ترجع الكرة إلى بيرنوفيتش صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في هذه المباراة بعد مضي 24 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. تمشي الكرة إلى ناتش وضايعة، رمي التماس في المنتخب التونسي، ويقوم المدرب الوطني هوري كاسبرجاك أكيد وأنه مش راضي على مردود المنتخب التونسي لحد الآن، باش يعطي توصياته إلى لاعب الوسط اسكندر السويح. ترجع الكرة برمي التماس لفايت المنتخب التونسي، سامي ترابلسي قائد المنتخب التونسي، سجل عودته إلى تشكيلة المنتخب الوطني بعد غياب قصير لأسباب صحية. اسكندر السويح، تتقص الكرة وترجع من يوكوفيتش إلى قائد الفريق يوكانوفيتش، كوفاتوفيتش، ميركوفيتش، ناتش، يوكانوفيتش، ناتش من جديد، ميركوفيتش. 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة لفريق المنتخب اليوغوسلافي بهدف مقابل لا شيء. الهدف تسجل في الدقيقة الخامسة من هذا الشوط الأول عن طريق بيرنوفيتش. أمامكم ميلوزوفيتش يلعب في فريق أستون فيلا الإنجليزي. ترجع الكرة زبير بيا، مهدي بن سليمان، خالد بدرة ينزل إلى الهجوم لكن تضيع الكرة في اتجاه جوكيتش. فيداكوفيتش، طارق ثابت، زبير بيا، جوركوفيتش، وديع الكرة ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح المنتخب التونسي. الركنيات الثلاثة لفايت المنتخب التونسي مقابل ركنيتين فقط للمنتخب اليوغوسلافي. اسكندر السويح في التنفيذ، تتقص الكرة من يوكانوفيتش، وضع
ضايعه من بشير السحباني، ضربه مرمى لفايت المنتخب اليوغوسلافي. لوكوفيتش حارس اللي يلعب في فريق خيخوه الاسباني، ميلوزوفيتش بيع الكره على سامي الترابلسي، نادج سيرجي الدين الشيحي، زبير بيا، وتتقص الكره من دفاع المنتخب اليوغوسلافي. فيداكوفيتش سيرجي الدين الشيحي، وضربة مخالفة، ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. اسكندر السويح بعد تدخل من قائد الفريق يوكانوفيتش، واسكندر السويح هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربة المخالفة. تدخل بالراس من سامي الترابلسي، تمشي كرة في دين الحارس لوكوفيتش. 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة دائما لفايت المنتخب اليوغوسلافي بهدف مقابل لا شيء. الهدف تسجل في الدقيقة الخامسة عن طريق بيرنوفيتش. سراج الدين الشيحي، اسكندر السويح، سراج الدين الشيحي، اسكندر السويح، باهية من اسكندر السويح إلى طرق ثابت، طرق ثابت، وأديع الكرة، أديع الكرة تمشي إلى نادج، يرجح إلى جوكيتش، ميلوزوفيتش، تمر الكرة إلى كوفاتوفيتش. إلى ميركوفيتش، بيرنوفيتش، ميلوزوفيتش، ترجع الكرة للمنتخب التونسي اسكندر السويح، زبير بيا. أمامكم التوقيت 30 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة دائما لفريق المنتخب اليوغوسلافي بهدف مقابل لا شيء. زبير بيا، خالد بدرة، تدخل من توفيق الهشري، ميركوفيتش تبع في زيادة لمساني، نادج، ميركوفيتش، جوكيتش، ونادج يتعرض إلى إصابة، وتخرج الكرة في التماس. أمامكم نادج يلعب في فريق بيتيس إشبيليا الإسباني كذلك. منتخب اليوغوسلافي إلى جانب 9 مرات يترشح إلى الأدوار النهائية لكأس العالم، فأيضا شارك في نهائيات كأس أوروبا للأمم في 4 مناسبات، سنوات 60 و 68 و 76 و 84. يوغوسلافيا لعبت دورين نهائيين سنة 60 وخسرت مع الاتحاد السوفيتي سابقا بهدفين مقابل واحد، ودور النهائي الثاني كان سنة 68 ضد إيطاليا، كان التعادل في المباراة الأولى. أمامكم المدرب الوطني اليوغوسلافي سلوبودان، وقلت المقابلة الأولى كان التعادل هدف مقابل هدف، والمقابلة الثانية آلت لصالح المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء. والمنتخب اليوغوسلافي في تصفيات كأس العالم 98 كان ضمن المجموعة السادسة إلى جانب إسبانيا وجزر القروي
وسلوفاكيا ومالطا وجمهورية التشيك كذلك. ترجع الكرة حاليا لفريق المنتخب اليوغوسلافي، تتقص لصالح المنتخب التونسي. زبير بي للمهدي بن سليمان، وديع كرة في التماس، رمي التماس لفريق المنتخب اليوغوسلافي. ترجع الكرة من جوروفيتش، يلعب في فريق سلتا فيغو الإسباني. وديع الكرة من جديد في التماس، وأمامكم جانب من جماهير الملعب الأولمبي بالمنزه. ترجع الكرة لفريق المنتخب التونسي، رمي التماس لصالحه. زبير بي لسير الدين الشيحي، زبير بي اسكندر السويح، لكن يخوض الكرة جوبيتش. الحكم يعطي ضربة مخالفة لصالح المنتخب اليوغوسلافي. ترجع الكرة من جوكيتش اللي يلعب في فريق فالنسيا الإسباني كذلك. توفيق الهيشري، طارق ثابت، وديع الكرة، رمي التماس لصالح المنتخب التونسي. طارق ثابت، سراج الدين الشيحي، مهدي بن سليمان، تتقص الكرة. يوكوفيتش، سراج الدين الشيحي، ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي بعد تدخل من بيرنوفيتش صاحب الهدف الوحيد لحد الآن في هذه المباراة، بعد مضي تقريبا 34 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، وكان سجل بيرنوفيتش الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة من هذه المباراة. هذه فرصة للمنتخب التونسي، وتضيع ضربة ركنية، تضيع ضربة ركنية لصالح المنتخب التونسي، وهي ضربة الركنية الرابعة في هذه المباراة مقابل ركنيتين فقط للمنتخب اليوغوسلافي، وهو كذلك والأرقام تتكلم على الشاشة. اسكندر السويح، محاولة داخل منطقة الجزاء، وديع الكرة، ضيع الكرة في نهاية المطاف. ضربة مرمى لفريق المنتخب اليوغوسلافي. اسكندر السويح في تنفيذ ضربة ركنية، كر وفر بين دفاع المنتخب اليوغوسلافي وهجوم المنتخب التونسي، والتسديدة الأخيرة من مهدي بن سليمان من زاوية أخرى، ضيع الكرة، الإعادة من زاوية أخرى، وتسديدة مهدي بن سليمان، ضيع ضربة مرمى لفريق المنتخب اليوغوسلافي. والفرص في حقيقة الأمر كثيرة لفريق المنتخب التونسي في هذه المباراة، على الأقل ثلاث محاولات سانحة للتسجيل من زبير بي والمهدي بن سليمان وزيادة لمساني كذلك. ترجع الكرة لفريق المنتخب اليوغوسلافي، ناتش باتجاه ميلوزوفيتش، تتخس الكرة وترجع من سراج الدين الشيحي. خالد بدرة، طارق ثابت، سراج الدين الشيحي، بشير السحباني، زبير بيا، اسكندر السويح، مهدي بن سليمان، وتنقص الكرة. اللمسة الأخيرة داخل مناطق الجزاء هي اللي تنقص المنتخب الوطني. سراج الدين الشيحي، لأنه من خلال الأرقام المقدمة وأن نسبة امتلاك الكرة هي لصالح المنتخب التونسي بفرق 20% تقريبا، 60 مقابل 40%.
معنى ذلك أن المنتخب التونسي قاعد يدور في الكرة كما ينبغي، لكن اللمسات الأخيرة هي اللي تنقص المنتخب الوطني، وعامل التجسيم هو عنصر التجسيم هو اللي ينقص المنتخب الوطني التونسي كذلك في هذه المباراة رغم المحاولات العديدة السانحة للتسجيل. خالد بدرة، بشير السحباني، هو أمامكم امتلاك الكرة أصبحت 56 مقابل 44 دائما لفايت المنتخب التونسي. زياد تلمساني، زبير بيع اتجاه اسكندر السويح، تتخص الكرة من يوكوفيتش تمشي إلى كوباتوفيتش وميلوزوفيتش ويتدخل بنجاح علي بنديجن، تضيع فرصة أخرى على ميلوزوفيتش في 38 دقيقة الآن، وعلي بنديجن في هذه المرة ينقذ المنتخب التونسي من هدف ثالث. وبالساق اليمنى كحارس كرة اليد علي بونديجن ينقذ المنتخب الوطني من هدف ثاني، إعادة من زاوية أخرى كذلك، ويخلط على الكرة خالد بدرة. أحيانا المنتخب اليوغوسلافي يقوم ببعض المحاولات الهجومية المعاكسة ويشكل خطورة على دفاع المنتخب التونسي. في المناسبة الأولى بيرنوفيتش سجل الهدف الوحيد في هذه المباراة في الدقيقة 5، ثم ميلوزوفيتش في الدقيقة 38 من هذا الشوط الثاني كاد يسجل الهدف الثاني كذلك. وديع الكرة رمي التماسي في المنتخب اليوغوسلافي، هذا شعار الهجوم المنتخب اليوغوسلافي حتى في هذه المباراة. الكرة في اتجاه جوكيتش، ميركوفيتش، يوكوفيتش، تمشي الكرة إلى طرق ثابت، توفيق الهيشي، سراج الدين الشيحي. المنتخب التونسي لحد الآن ما لقاش الحلول لتوصل إلى شباك الحارس لوكوفيتش. سراج الدين الشيحي، توفيق الهيشري، زبير بيا، خالد بدرة، بشير السحباني. 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة دائما لفايت المنتخب اليوغوسلافي بهدف مقابل لا شيء. هدف سجله بيرنوفيتش في الدقيقة 5، طارق ثابت، وتمشي الكرة للحارس لوكوفيتش. ترجع الكرة اللي فيت المنتخب التونسي اسكندر السويح. الشوط الأول أوشك على النهاية، والمنتخب الوطني بسدد البحث عن الحلول التي تمكنه من الوصول إلى شباك الحارس اليوغوسلافي لوكوفيتش. اسكندر السويح، زيادة لمساني، طارق ثابت، اسكندر السويح، حسب إشارة المساعد، وأن زبير بيا هو اللي كان في موقع التسلل. التسللات المنتخب الوطني وقع في ثلاث مناسبات في فخ تسلل دفاع المنتخب اليوغوسلافي، والمنتخب اليوغوسلافي وقع مرة واحدة في فخ تسلل المنتخب التونسي.
ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. توفيق ليشري بسرعة إلى طرف ثابت. سراج الدين الشيحي وديع الكرة في التماس. جوروفيتش ورمي التماس الثانية. اسكندر السويح مع بيرنوفيتش. توفيق ليشري الى علي بومنيجم. تتقص الكره امام اسكندر السويح. خالد بدرة. توفيق ليشري. مهدي بن سليمان وديع الكره في التماس. ضيع كرة في التماس، رمي التماس لصالح المنتخب اليوغوسلافي. 43 دقيقة لعب تقريبا في هذا الشوط الأول، والنتيجة لصالح المنتخب اليوغوسلافي أمام نظيره التونسي بهدف مقابل لا شيء. مدرب المنتخب التونسي هوري كاسبرجاكي إلى حد الآن ما لم يقم بأي تغيير، وكذلك مدرب المنتخب اليوغوسلافي سلوبودان إلى حد الآن محافظ على نفس التشكيل اللي بدأ به هذه المباراة. نعم. بعد أن وقع المنتخب التونسي لحد الآن في شباك الحارس في شباك المنتخب اليوغوسلافي، بما أن المنتخب اليوغوسلافي متفوق في هذا الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء. ترجع الكرة من ميلوزوفيتش إلى زبير بيا، والتدخل من ميركوفيتش إلى حارس مرماه لوكوفيتش. تمر الكرة إلى كوفاتشفيتش، وتسديدة قوية، تسديدة قوية. من نادج. تسديدة قوية، تضيع ضربة مرمى لفيت المنتخب التونسي من نادج. ترجع الكرة من علي بومنيجي لتوفيق الهيشري. وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم الجزائري سليم موساسي عن نهاية هذا الشوط الأول بتفوق المنتخب اليوغوسلافي بهدف مقابل لا شيء. الهدف سجله بيرنوفيتش في الدقيقة الخامسة من هذا اللقاء، ونلتقي في الشوط الثاني من هذه المباراة. إعادة للهدف الوحيد إلى حد الآن في هذا الشوط الأول عن طريق بيرنوفيتش. الثاني من اللقاء الدولي الودي بين المنتخبين التونسي واليوغوسلافي. وللتذكير الشوط الاول من هذه المباراه انتهى لفائده المنتخب اليوغوسلافي بهدف مقابل لا شيء سجله بيركوفيتش في الدقيقه الخامسه من الشوط الاول، رغم المحاولات العديده لفائده المنتخب التونسي على امتداد فترات الشوط الاول من هذه المباراه. طبعا هو لقاء اختباري بين الفريقين، لقاء ودي يعول عليه المدرب التونسي مدرب المنتخب الوطني التونسي هوري كاسبرجاك. إذن هذه إعادة للهدف اللي سجله المنتخب اليوغوسلافي عن طريق بيرنوفيتش منذ الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، بعد الهفوة الدفاعية في صفوف المنتخب التونسي
ويتمكن بيرنوفيتش بعد تمهيد من ميلوزوفيتش من افتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الوحيد لحد الآن في هذه المباراة خلال الشوط الأول رغم محاولة علي بومنيجن للتصدي إلى كرة بيرنوفيتش. وتم تغيير في تشكيلة المنتخب التونسي حسان الجبسي ياخذ مكان زبير بيا وهو التغيير الأول في تشكيلة المنتخب التونسي. إذا الجبسي حسان الجبسي ياخذ مكان زبير بيا والتغيير في تشكيلة المنتخب التونسي بعد فترة الاستراحة. إذا تشكيلة المنتخب التونسي تصبح على النحو التالي: علي بومنيجن، طارق ثابت، وكذلك التغيير أيضا في بالنسبة للمنتخب الوطني. المنتخب اليوغوسلافي أصبح يلعب على اليسار من جهة المدرج المغطاة على يسار الشاشة. إذا تشكيلة المنتخب التونسي: علي بومنيجن، طارق ثابت، البشير السحباني، خالد بدرة، توفيق الهيشري، سامي الترابلسي وهو قائد الفريق، كذلك سراج الدين الشيحي، زبير بيه واخدام مكانه حسان الجابسي، اسكندر السويح، المهدي بن سليمان، وزيادة لبساني. تشكيلة المنتخب اليوغوسلافي للتذكير: لوكوفيتش في حراسة المرمى، ميركوفيتش، جيروفيتش، يوكانوفيتش، جوكيتش، بيداكوفيتش، يوكوفيتش، نادج، وكذلك كوفاسوفيتش، بيرنوفيتش، وميلوزوفيتش. هذا تشكيلة المنتخب اليوغوسلافي. المقابلة هذه قود الحكم الجزائري سليم أوساسي بمساعد صالح البرجي والعروسي المنصري في رقابة الخط. إذا دقيقة تقريبا وثلاثين ثانية منذ انطلاق هذا الشوط الثاني من اللقاء الدولي الودي بين المنتخبين التونسي واليوغوسلافي، والنتيجة بقي هدف مقابل لا شيء للمنتخب اليوغوسلافي. ترجع الكرة حاليا لفايت المنتخب التونسي. سراج الدين الشيحي إلى المهدي بن سليمان يضيع الكرة في التماس. رمي التماس لفايت المنتخب اليوغوسلافي. ناتش. إلى ميلوزوفيتش. كوفاسوفيتش. وتدخل من دفاع المنتخب التونسي. طارق ثابت، سراج الدين الشيحي، بشير السحباني، توفيق الهيشري، طارق ثابت، سراج الدين الشيحي، توفيق الهيشري، بيرنوفيتش إلى ميلوزوفيتش، وطارق ثابت. ترجع الكرة لفايت المنتخب التونسي. ميركوفيتش، اسكندر السويح، يتقص الكرة مرة أولى ياخذها البشير السحباني، سامي الترابلسي، سراج الدين الشيحي، خالد بدرة، سامي الترابلسي، توفيق الهيشري. سبع لاعبين قومهم المدرب هوري كاسبرجاك للقيام بالحركات التسخينية. بقية اللاعبين الاحتياطيين: خالد بدرة، سامي الترابلسي، أمامكم بقية اللاعبين الاحتياطيين: سراج الدين الشيحي، زياد لمساني، الشيحي، خالد بدرة، توفيق الهيشري، طارق ثابت، حسن الجابسي، سراج الدين الشيحي، مهدي بن سليمان. غير المكان من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. تمشي الكرة لبشير السحباني. فرصة لمهدي بن سليمان ويضيع الفرصة.
الفرصة تمشي كرة ضربة ركنية، تمشي كرة ضربة ركنية لفائدة المنتخب التونسي. بعد مضي 4 دقائق لعب، أي إعادة، تضيع الكرة للمهدي بن سليمان ويتدخل الحارس سوكوفيتش والدفاع وتمشي كرة ضربة ركنية لفائدة المنتخب التونسي. اسكندر السويح ولوكوفيتش. سامي ترابلسي لخالد بدرة، التسلل سلاح ذو حدين. وبعض الهفوات احيانا تكلف المنتخب الوطني بعض الخطورة، لان المنتخب اليوغوسلافي تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لحد الان على اثر هفوة دفاعية كذلك، وتمكن بيرنوفيتش بالنسبة إلى الركنيات 6 ركنيات للمنتخب التونسي مقابل ركنيتين للمنتخب اليوغوسلافي. هذه فرصة أخرى للمنتخب التونسي وتضيع الكرة. بشير السحباني سيرتي للشاحن وتقص الكرة، ترجع لميلوزوفيتش لهجوم معاكس. كوفاسوفيتش وعلي بومنيجل، بشير السحباني، وضربة مقابلة لكي يتم المنتخب اليوغوسلافي. في هذا الشوط الثاني والنتيجة دائما لفائدة المنتخب اليوغوسلافي بهدف مقابل لا شيء. هدف تسجل في الدقيقة 5 من الشوط الأول عن طريق بيرنوفيتش. ترجع كرة من ميركوفيتش، نادج ميلوزوفيتش، نادج مع توفيق الهشري، بل خالد بدرة، توفيق الهيشري، وضربة مخالفة لفائدة المهدي بن سليمان لصالح المنتخب التونسي. اسكندر السويح خالد بدرة سامي ترابلسي بشير السحباني اسكندر السويح وتدخل من جوكيتش. ضيع كرة في التماس لصالح المنتخب التونسي. مهدي بن سليمان وحسن الجابسي، ضيع كرة ضربة مرمى لصالح المنتخب اليوغوسلافي. وفرصة أخرى لتعديل النتيجة. أمامكم التوقيت 53 دقيقة لعب، وفرصة ضيع على المنتخب التونسي. المهدي بن سليمان يوزع وحسن الجبسي، لكن الكرة ضايعة ضربة مرمى لصالح المنتخب اليوغوسلافي. بالنسبة للتصويبات نحو المرمى 7 مقابل 6، 7 لصالح المنتخب التونسي مقابل 6 لفائدة المنتخب اليوغوسلافي.
وضيع كرة ضربة مرمى لفائدة المنتخب التونسي. بعد المحاولة الأخيرة من ناتش علي بومنيجل بشير السحباني اسكندر السويح خمس وخمسين دقيقة لعب في هذا الشوط في هذه المباراة 10 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة لفائدة المنتخب اليوغزلافي بهدف مقابل لا شيء. ضربة مخالفة لفائدة المنتخب التونسي سراج الدين الشيحي خالد بدرة بشير السحباني مهدي بن سليمان نضيع عليه مرة أولى ومرة ثانية وتسلل من ميلوزوفيتش يرجع زياد تلمساني إلى الوراء سراج الدين الشيحي خالد بدرة توفيق الهيشري طارق ثابت لكن تقص الكرة وترجع إلى الحارس لوكوفيتش سامي الترافيرسي بشير السحباني واتصل بالمهدي بن سليمان قاعد للقطة الأخيرة سامي الترابلسي خالد بدرة أمام ميلوزوفيتش ويتحصل على رمية التماس أمامكم مجموعة من اللاعبين فوز الرئيسي ورياض الجلاسي وبقية اللاعبين الاحتياطيين في المنتخب التونسي اسكندر السويح توفيق الهيشري تتقص الكرة من جديد جوروفيتش أمامكم يلعب في فريق سيلتا فيغو الإسباني ترجع الكرة من الحارس لوكوفيتش حسن الجابسي مهدي بن سليمان اسكندر السويح مهدي بن سليمان ترجع الكرة لاسكندر السويح سراج الدين الشيحي سراج الدين الشيحي طارق ثابت ثم حسن الجابسي ترجع الكرة من خالد بدرة سراج الدين الشيحي
حسن الجامسي، يخدم مكان زبير بيا بعد فترة الاستراحة. كذلك التغييران اللي تموا في تشكيلة المنتخب اليوغوسلافي، سافيلديتش اللي خدم مكان جوروفيتش، وأيضا بوفيداتشا اللي خدم مكان كوفاسوفيتش. ترجع الكرة لفريق المنتخب اليوغوسلافي، لكن تتقص لصالح المنتخب التونسي. خالد بدرة وديع الكرة على فوزي الروسي، ضربة مرمى لصالح المنتخب اليوغوسلافي. لوكوفيتش باش يرجع الكرة للعب. خالد بدرة، مهدي بن سليمان، خالد بدرة تتقص الكرة. ترجع برمي التماسي فريق المنتخب اليوغوسلافي. ميركوفيتش في اتجاه ميلوزوفيتش، فريق شوشان للحارس علي بوميجل، تتقص من قائد الفريق يوكانوفيتش. نادش توفيق الهيشري، ترجع الكرة من درولوفيتش، وضيع كرة ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي. خالد بدرة يخدم مكان البشير السحباني على الجهة اليسرى للدفاع،
وفريد شوشان تحول الى وسط الدفاع مع سامي الترابيسي وتوفيق الهيشري. ترجع الكره بسرعه لفيت المنتخب اليوغوسلافي وفرصه وتضيع الكره في الركنيه للوزوفيتش مره اخرى وفرصه للمنتخب اليوغوسلافي اعاده للعمليه وميلوزوفيتش وتدخل من الحارس علي بومنيجل بنجاح حول الكره الى ضربه ركنيه اعاده من زاويه اخرى مباشره في ذيل الحارس علي بومنيجل وتمر الكره الى الحارس لوكوفيتش من يوكانوفيتش ميركوفيتش فوزي الرويسي حسن الجابسي فوزي الرويسي طارق ثابت حسن الجابسي وديع الكره ضربه مرمى لفريق المنتخب اليوغوسلافي امامكم فوزي الرويسي يخدم مركز زيادة المساني ترجع الكرة من سامي الترابلسي هذه هي المقابلة العاشرة الودية المقابلة العاشرة بين المنتخبين التونسي واليوغوسلافي لكن في الرسميات هناك مقابلتان فقط كما قلت في الجزائر كان التفوق لفريق المنتخب التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل المنتخب التونسي حمد العقربي في مناسبتين ونجيب غمير وسجل المنتخب اليوغوسلافي أنتوليتش وباكوتا بينما مثلا في تلك الفترة اللاعبين اللي كانوا موجودين في المنتخب الوطني تبع هذه العملية لفريق المنتخب التونسي من اسكندر السويح وحالة من اسكندر السويح وتمشي كرة ضربة ركنية تمشي كرة ضربة ركنية لفريق المنتخب التونسي بعد هذه المحاولة من اسكندر السويح باش يتولى تنفيذ ضربة ركنية لصالح المنتخب التونسي وترجع الكره من دفاع المنتخب التونسي للحارس لوكوفيتش قلت في تلك الفتره اللي فاز فيها المنتخب الوطني في الجزائر بثلاثه اهداف مقابل هدفين كان عتوكا الكعبي الجندوبي الديمه غميض اثنين نجيب كريت العقربي الحميمي كمون طارق بن عزيزه كلام اللاعبين اللي كانوا شاركوا في تلك المباراه اللي فاز فيها المنتخب الوطني في العاب البحر الابيض المتوسط في الجزائر ترجع الكرة حاليا لفريق المنتخب التونسي فريد شوشان إلى اسكندر السريح حسن الجابسي حب يمد كرة إلى المهدي بن سليمان لكن بتخص وترجع لخالد بدرة فوزي الرويسي والحكم يخلي اللعب حسان الجابسي في حوار مع ستيفيتش بل مع درونوفيتش وترجع الكره لفريق المنتخب التونسي تتقص ايضا ودي عرم التماس على المنتخب اليوغوسلافي لفريق المنتخب التونسي ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي وصلنا إلى 24 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني من اللقاء الدولي الودي بين المنتخبين التونسي واليوغوسلافي والنتيجة لفريق المنتخب اليوغوسلافي بهدف مقابل هدفين هدف تسجل في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول على طريق بيرنوفيتش اسكندر السويح في تنفيذ ضربة المخالفة
ركنية، فرصة اللي فايت المنتخب التونسي، تضيع ضربة ركنية، تدخل من الحارس لوكوفيتش اسكندر السويح في تنفيذ ضربة المخالفة، وتضيع الكرة محاولة بالرأس من فوزي الرويسي أو بين الدفاع وتوفيق الهيشري، وتمشي الكرة ضربة ركنية، ترجع من دفاع المنتخب اليوغوسلافي إلى فوزي الرويسي، تضيع عليه الكرة كذلك وترجع بهجوم سريع لفريق المنتخب اليوغوسلافي. يوكوفيتش طارق ثابت، ثم ترجع الكرة من جديد لفايت المنتخب اليوغوسلافي، لكن يتدخل سراج الدين الشيحي وترجع الكرة بسرعة. النتيجة أمامكم، 70 دقيقة لعب في هذه المباراة ونتيجة دائما لفايت المنتخب هذه فرصة للمنتخب التونسي. حسن الجابسي حاول براس لكن تضيع الكرة، ترجع الكرة لفايت المنتخب اليوغوسلافي، تدخل من فريق شوشان، توفيق الهيشري في اتجاه المهدي بن سيمان، هناك تغطية من جوكيتش، هذه المحاولة الأخيرة اللي ضاعت على حسان الجابسي، مس الكرة بالرأس وضاعت على المنتخب التونسي لتعديل النتيجة. ورياض الجلاسي، هناك تغيير رابع في تشكيلة المنتخب التونسي، مهدي بن سيمان يخرج مكانه الجلاسي بعد مضي 26 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. أربع تغييرات في تشكيلة المنتخب الوطني، آخرها رياض الجلاسي مكان مهدي بن سيمان، والتغيير الأول بعد فترة الاستراحة زبير باي خلى مكانه لحسن الجابسي. ثم في 16 دقيقة لعب فريد شوشان وفوز الرويسي خذوا مكان البشير السحباني وزيادة لبسان. ترجع الكرة بضربة مخالفة لفريق المنتخب اليوغوسلافي، من يوكوفيتش تدخل فريق شوشان بالراس، ترجع الكرة إلى يوكوفيتش، حسن الجابسي ثم يوكانوفيتش، وتمشي الكرة إلى توفيق الهيشري، سراج الدين الشيحي، اسكندر السويح، سامي الترابلسي، سراج الدين الشيحي، اسكندر السويح، تتقص الكرة من جديد وترجع لصالح المنتخب اليوغوسلافي، تمر إلى درولوفيتش، يوكانوفيتش، ناتش لليسار إلى جوروفيتش، ميلوزوفيتش، ومحاولة هدف ممتاز من قائد الفريق يوكانوفيتش في 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. إعادة للعملية، ترجع الكرة من ميلوزوفيتش وتسديدة قوية من يوكانوفيتش قائد الفريق اللي حقق الهدف الثاني لفريق المنتخب اليوغوسلافي في 28 دقيقة لعب، لتصبح النتيجة هدفين مقابل لا شيء. تسديدة قوية رغم محاولة الحارس علي بوميجن، فالتسديدة القوية من يوكانوفيتش يسجل الهدف الثاني لفريق المنتخب اليوغوسلافي في 28 دقيقة لعب، لتصبح النتيجة هدفين مقابل لا شيء بعد الهدف اللي سجله بيرنوفيتش في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول. ترجع الكرة لفريق المنتخب التونسي، تتقص وتعود لصالح المنتخب اليوغوسلافي، وتضيع الكرة رامي التباس بعد تدخل من خالد بدرة،
على كل بد للإدارة الفني للمنتخب التونسي أن يستخلص العبر من هذه المباراة الأولى، لأن المنتخب الوطني ما زالت عنده مباراة ثانية عشية السبت القادم في ملعب الطيميري بالساقس انطلاقا من الساعة الثالثة. وأكيد المدرب هوري كاسبرجاك اللي أمامنا في الصورة باش يعدل الأوتار في المباراة القادمة أمام المنتخب الغيني، وكذلك في المباراة الثالثة والأخيرة يوم 4 فيفر انطلاقا من الساعة الرابعة بملعب الصداقة بباماكو ضد المنتخب المالي. ترجع الكرة حاليا لفريق المنتخب التونسي فريد شوشان، هو لقاء اختباري بطبيعة الحال يمكن الإطار الفني من الوقوف على النقائص بدرجة أولى لتداركها وبعض النقاط الإيجابية لتدعيمها كذلك. وأكيد أن الإطار الفني للمنتخب الوطني استنتج الشيء الكثير من هذه المباراة، ترجع الكرة حاليا لفريق المنتخب التونسي وتسلل من فوزي الروسي. التسللات وقع المنتخب التونسي في 6 مناسبات، بينما هناك تسللان فقط ضد المنتخب اليوغوسلافي. ترجع الكره لبرولوفيتش ميلوزوفيتش، لا ماتش. ترجع الكره لفريق المنتخب التونسي بسرعه فوزي الروسي، الشوط الثاني والنتيجة أصبحت هدفين مقابل الشيء وإنذار ضد خالد بدرة، وهو الإنذار الوحيد لحد الآن في هذه المباراة، وضربة مخالفة لفريق المنتخب اليوغوسلافي، وهناك تغيير كذلك. لوكيتش يلعب في فريق ميس الفرنسي باش ياخذ مكانه في التشكيلة. أمامكم لوكيتش يلعب في فريق ميس الفرنسي، وضربة المخالفة تتنفذ من درولوفيتش وتمشي ضربة ركنية لفريق المنتخب اليوغوسلافي. المدرب كذلك مدرب المنتخب اليوغوسلافي سلوبودان
اه ممكن التغيير كما قلت لانه خرج يوكوفيتش واخد مكانه ستيفيتش، والمدرب السوداني يحب يغير حارس المرمى، يحب يرتح حارس المرمى لوكوفيتش ويلعب الحارس الثاني بيتروفيتش، يلعب في فريق ايش من القسم الثاني في اسبانيا، ولم يبقى الا لوكيتش يلعب في فريق ميس الفرنسي. من 35 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة أصبحت 3 أهداف مقابل شيء للمنتخب اليوغوسلافي. بيرنوفيتش في الدقيقة 5 من الشوط الأول وثنائية للمدافع يوكانوفيتش في الدقيقتين 28 و33. هو يطلع أدب الكامل من الجماهير على مركز المنتخب التونسي في هذه المباراة، على كل هو لقاء اختباري كما قلت ومقابلة ودية، المطار الفني باش يستنتج منها الكثير حتى يقف على نقائص المنتخب الوطني في هذه المباراة. وإن شاء الله المقابلة الثانية عشية السبت القادم في ملعب التيمير بالشاقص يكون فيها مرتبة المنتخب الوطني أفضل، وكذلك المقابلة الثالثة يوم 4 فبراير في باباكو ضد المنتخب المالي قبل نهائيات كأس أفريقيا للأمم الأفريقية. المنتخب التونسي منتخب غانا في المباراة الأولى يوم 2/9 فبراير أمام جانب من جماهير الملعب الأولمبي بالمنزه، ثم المقابلة الثانية ستكون أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمقابلة الثالثة يوم 16 فبراير في واغادوغو ضد التوغو. وتغيير في تشكيلة المنتخب اليوغوسلافي، ميلوزوفيتش باش يخرج وياخذ مكانه لوكيتش، وتغيير الحارس كذلك، لوكوفيتش يخرج وياخذ مكانه بيتروفيتش. يعتمد على التوزيعات الطويلة، وطبعا المنتخب اليوغوسلافي عنده مدافعين عندهم قامة طويلة، فكل الكرات ما وصلتش إلى مناطق الجزاء للمنتخب اليوغوسلافي إلا في مناسبات قليلة. يوكانوفيتش تعرض إلى إصابة، والحكم يشير على إطار الفني والمسعفين والإطار الطبي للمنتخب اليوغوسلافي باش يغادروا الميدان، ويرجع اللاعب رمي التماسي في المنتخب التونسي. خالد بدرة كمل شوية، خالد بدرة حسن الجيمسي، وضربة مخالفة لبيت المنتخب التونسي.
39 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء للمنتخب اليوغوسلافي. بيرنوفيتش في الدقيقة 5 من الشوط الأول، ويوكانوفيتش للمناسبتين في الدقيقة 28 والدقيقة 33. والحيرة بادية على المدرب هوري كاسبرجاك، ولم يكن ينتظر هذه الهزيمة بثلاث أهداف مقابل لا شيء في هذه المباراة لحد الآن. زالوا تقريبا 5 دقائق لعب في هذا اللقاء، ونتيجة لفايت المنتخب اليوغوسلافي بثلاث أهداف مقابل لا شيء. حسن الجابسي إلى رياض الجلاسي، ويضيع هدف الشرف. ضاع هدف الشرف، ضاع هدف الشرف من ساق رياض الجلاسي. رياض الجلاسي ضيع فرصة تدليل الفارق. حسن الجابسي يروض بالصدر ثم يرفع إلى رياض الجلاسي، يبعد على ميركوفيتش ويضيع الكرة ضربة مرمى لفريق المنتخب اليوغوسلافي. إعادة ثانية وديع الكرة ضربة مرمى لصالح المنتخب اليوغوسلافي. التصويب نحو المرمى، التعادل 10 مقابل 10، ولكن شتان بين منتخبنا الوطني والمنتخب اليوغوسلافي في التصويب نحو المرمى. 1 صوب 10 تصويبات وسجل 3 أهداف، والمنتخب الوطني صوب 10 مرات ولكنه لم يسجل ولو هدف واحد. تمشي الكرة إلى بيتروفيتش اللي خدا مكان لوكوفيتش. ترجع الكرة من سراج الدين الشيحي وتتقص، ثم سامي الترابلسي، وترجع الكرة لإسكندر السويح. توفيق الهيشري، خالد بدرة، سامي ترابلسي، سراج الدين الشيحي، باهية من حسن الجابسي لطارق ثابت بعملية انزلاقية، وتضيع الكرة ضربة ركنية. ضربة ركنية لفريق المنتخب التونسي بعد تدخل من جوكيتش. هذا اللقاء الدولي الودي بين منتخبنا الوطني ونظيره اليوغوسلافي استأثر باهتمام مجموعة كبيرة من المعلقين الرياضيين في يوغوسلافيا، وقد يكون هناك من يتجسس على المنتخب الوطني بين النظيرين في مدارج الملعب الأولمبي بالمنزه. ولو أن النتيجة بطبيعة الحال ما كانتش منتظرة في هذه المباراة، وكنا ننتظر مردود أفضل من المنتخب التونسي في هذه المقابلة، لكن على كل هو لقاء اختباري. ترجع الكرة من برونوفيتش، رياض الجلاسي، حسن الجابسي إلى الوراء، فريد شوشان، حسن الجابسي، يا هي طارق ثابت، طارق ثابت، رياض الجلاسي على العارضة في هذه المرة،
على العارضة في هذه المرة وتضيع فرصة هدف المنتخب التونسي. على الأقل تدليل الفارق في هذه المباراة وتبقى النتيجة يعادل العملية طرف ثابت. ورياض جلاسي على القائم الأول للحارس بيتروفيتش إعادة من زاوية أخرى وتضيع كرة ضربة مرمى لفريق المنتخب اليوغوسلافي. وفي هذه الأونة بالضبط يعلن الحكم الجزائري سليم أوساسي عن نهاية هذا المقام.